اسمحوا لي في مستهل اجتماعنا اليوم أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى منظمة المرأة العربية العريقة على جهودها الحثيثة للارتقاء بأوضاع المرأة العربية بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء. وأؤكد لكم عزم جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها للمجلس الأعلى للمنظمة على استكمال دورها الإقليمي لتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة. السيدات عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، على مدار 3 أيام نجتمع ونناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية. وفي هذا السياق أكرر تأكيدي على أن الإرادة السياسية تظل دائماً وأبداً هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة. وأؤكد وأجد اجتماعنا اليوم أيضاً فرصة مناسبة لأتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، المساند الأول للمرأة المصرية والداعم لها والمدافع عن حقوقها، إيماناً بأن تمكين المرأة واجب وطني.